السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم كما كتشوفوا فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم عندي لازان ان شاء الله، ندير لكم وصفه تاع لازان بطريقه ديالي اللي كتعجب ولادي بواحد الطريقه. يعني كيقولوا لي كاع يعني ديري لنا هاد لازان يوميا يوميا، بغينا ناكلوها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتبارطاجوها مع الناس لحبابكم. كما كتشوفوا هنايا عندي الطنجره ديالي اللي درت فيها اللازاني، سلقتها تقريبا، سلقت ديك 10 دقائق على حسب اللازان. كاينين دي لازان ما كيبغيوش السليق، كتقدروا ديروهم ديريكتومون. هنايا كما كتشوفوا عندي المقله ديالي اللي دايره فيها زيت الزيتون، ودرت فيها الكفته ديالي اللي تبلتها بالملح والابزار والتحميره او الفلفل الاحمر والملح بطبيعه الحال. تبلوها وخلطوا التوابل فيها مزيان عاد تستعملوها. وكاين هنايا تقدروا ديروا فيها حتى البصل المحكوك، بصله محكوكه، فانا درتها هنايا. الكفته ضروري دير لها واحد البصله محكوكه، كتجي زوينه زوينه في اللازاني. كما كتشوفوا هنايا نشديت الكفته ديالي وكنشحرها في الزيت الزيتون تقريبا مع نصف كاس الزيتون، حيت ديجا الكفته فيها الشحمه. ما تنساوش هطلق ليدان ديالها، نخليها هنا كتشحر ليا الكفته، طيب ليا ضروري طيب. هتزيدو صلصه الطماطم، هنا فاش درت هنايا هندوز نحك الكوزه. هذا هو السر اللي كندير في لازان كتجي زوينه. حكو واحد نصف كوزه، كتعطي واحد المذاق رائع رائع في لازاني. انا حكيت انا واحد نصف كوزه على حسب الكميه، كاين اللي ما كيبغيهاش، كاين اللي كضرو، حيت ما خصكمش تجاوزوا واحد الكميه كثيره في الكوزه، نصف او وحده على حسب الطوق ديالكم. ما يعرفوا بان الكوزه ما خصش بنادم يكثر منها بزاف، يديرها واحد النصف ولا يحك غير هكا باش تطلقني نصف. انا يلا كتجيني مع اللازان كتجيني زوينه. ديروها مع الكفته او فاش ديروا صلصه الطماطم عاد ديروها، اللي كتعطي واحد النكهه خطيره في الكفته تاع اللازاني. ملي تشحرتها كما كتشوفوا غنستعمل واحد جوج علبات ديال الطماطم على حسب. انا هنايا هاد الطماطم ديجا منكهه، خدوا النكهه اللي بغيتو او ديروا طماطم عاديه اللي عندكم، طماطم معلبه، وتزيدوا ليها الماء ساخن وتخلطوها وتزيدوها هنا. بغيتو تنسموها ديروها في واحد الكاسرونه تنسموها، مثلا بشي نسمه بغيتوها، اليازير، اي نسمه بغيتوها تقدروا تزيدوها في صلصه الطماطم. انا هاد صلصه الطماطم ديجا كتكون منكهه، ما احتاجيتش انا زدت العلبه الثانيه ديالي. وما تزيدوش الماء هنايا، ما تزيدوش صلصه الطماطم الماء، الملح ديالكم ضروري لان صلصه الطماطم كتكون شويه حامضه. غندوز نخلي ديك صلصه الطماطم نخلطها مزيان. الطريقه نخليها تتشرب الماء مزيان. هنا كما كتشوفوا غنزيد واحد شويه تاع السكر لهذيك المطيشه ديالي الكفته باش ما تجينيش حامضه، باش ما تجينيش حامضه بزاف، حيت المطيشه شويه كتكون المعلبه كتكون شويه حامضه. انا هندوز ان شاء الله باش نصاوب البيشاميل ديالي. عندي هنا المقادير، الملح، الابزار، الحليب، الدقيق الابيض والزبده. تقريبا نديرو اترو تاع تقريبا تاع اترو تاع الحليب، يعني اليتر ديال الحليب ان شاء الله. هنا درت الزبده ديالي باش تذوب ليا، ضروري ديروها في واحد الكاسرونه تخليوها تذوب تقريبا جوج معالق كبار تاع الزبده هنايا، او تقدروا ديروا تل ثلاثه حيت كاين على حسب الكميه تاع البيشاميل اللي هديروا. احسن ديروا ثلاثه معالق حيت البيشاميل كتبغي تكون شويه ميدمه. هنا درت الزبده ديالي، زدت لها الدقيق الابيض باش ذابت تقريبا، تخليو هذاك الدقيق حتى يولي بحال شي بوماد، بحال عجين يكون واحد شويه ماشي متماسك وماشي جاري ما بين وبين. والضوء الثاني تذوبوا هذيك الزبده وتخلطوا بالضرب باش ما يتكورش لكم هذاك الدقيق الابيض في الزبده ديالكم.
وحنا كنخلطوا على عافيه. هنا كتنقصوا العافيه، ما تجهدوش على البوطه بزاف باش ما تحرقش لكم هذيك الزبده مع الدقيق. انا ست هنا شويه الدقيق مازال حتى كي كتجي خاصها يجيو القوام ديالها على هذا الشكل، يجيش ما تجيش عقده بزاف وما تجيش جاريه بزاف، يعني تكون بحال شي بوماد هذاك. دابا هنا هنزيدو الحليب ديالنا، نست الحليب ديالي تقريبا جيبو يعني ديرو تقريبا اتر اترو تاع الحليب. حسن ديروها في الطبقات، بغيتو ديرو غير نص اترو ديروه، ولكن يعني هتقللو الطبقات ديالكم. انا هنخليو الحليب ديالنا نزيدو على العافيه شويه، وهن ما نزيدوش واحد مجهده بزاف باش يسخن لينا الحليب دغيا. نحاول نخلط باش هذيك الزبده ديالي تطلق ليا في الحليب، ما تمشيش ليا للقاع باش ما تحرقش ليا. نخليه دابا يغلى، هنا ضروري تزيدوا الملحه وكتزيدوا الابزار البيشاميل ونخلطوها باش ما باش ما تكورش لنا داك الدقيق وما تلصقش لينا لتحت. ضروري باش ما تلصقش لكم البيشاميل لتحت، ديما نقصوا العافيه خاصه فاش يطيب لكم الحليب تما تبداو تنقصوا العافيه باش ما تلصقش من التحت، لان مع داك الدقيق الابيض دغيا كتلصق وتبداو تخلطوا حتى تشوفوا داك المزيج تاع البيشاميل تقال شويه ما بقاش خفيف بزاف، حيت الا كان خفيف هيدي عليكم في هاد اللازان. كما كتشوفوا هنا دست الاناء الطبق اللي غندير فيه اللازان في الفرن، ان شاء الله دهنتو بالزبده، دهنوه بالزبده ديالكم من جوانب ومن كل شيء باش ما تلصقش لكم اللازان ديالكم. نوجد كل شيء في هذاك البلون طرافاي ديالي، نوجد الكفته حدايا، هذاك الصوص بيشاميل، نوجد الفرماج اللي ديجا حكيتو. الفرماج تقريبا حكوا الكميه اللي عندكم في تاع الفرماج ديروها، اللي بغا يدير داك الفرماج المربع تاع سي ساندويتش. المهم انا كنفضل هذا الاحمر، مين ما عندوش يقدر يستعمل الاخر حتى هو. وجدت حتى يعني اللازان اللي سلقتها حطيتها حتى هي، صفيتها وحطيتها في واحد الطبسيل ضروري كان باش نعزلها باش ما تلصقش ليكم. بعد فاش تصفيوها ضروري تحطوها في واحد الطبسيل هكا مسرح باش ما تعوج ليكم وتهرس. هنا كما كتشوفوا ها هي الكفته ديالي مع الصلصه، وهنا البيشاميل الكفته كتجي عاقده مع ديك صوص بيشاميل، ما تجي متخليوهاش تكون جاريه مع داك الصلصه. هنا البيشاميل ديالي كتجي عاقده، خاصها تجي ليكم شويه عاقده باش مع الفرن، خاص ضروري هاد تزيد تطلق مع الزبده اللي فيها. والفرماج ديالي المحكوك انا خلطت هنايا، عندي واحد الفرماج صفر وفرماج موتزاريلا اللي بغى يدير الشيدار. هنا كاين عندي الشيدار عندي هنايا كما كتشوفوا هاد اللازان طابت لي مزيان، انا كنبغيها ديما طيبه. كاينين اللازاني ما كيتسلقوش كديرهم ديريكت، ولكن انا كنفضل هذه كنسلقها باش كتكون طيبه مزيان للدراري. انا دست ستف كنستف هذوك لي لازان فوق الصحن ديالي اللي غندخلو الفرن. تستفوا على الطريقه ديروا ربعه على حسب الحرد تاع داك الطبق اللي هتدخلو الفرن، تقدروا ديروا حتى من الجوانب، انا كنخلي هنا كندير غير ربعه. غندوز ندير الصلصه تاع الكفته ديالي بالطماطم، نسرح ديك الكفته ديالي في الطبق كامل، نسرحوه مزيان
باش يجيكم في جميع الجوانب، بتغطيو به داك اللازان ديالكم، كيبقى هذاك الجوانب ماشي مشكل الا كانوا طالعين شويه. بغيتو تقطعوهم بالمقص قطعوهم، مي انا كنخليهم حتى كنقطع الفوقاني اللي كنقطعهم بالمقص. المهم نسرح هذاك الكفته ديالي، على هذه الطريقة كما كتشوفوا. هانتو ندير، تقدروا ديروا الفرماج ومن بعد ديروا البيشاميل، كيبقى لكم الاختيار. انا كندير فرماج عاد كندير فوق البيشاميل. هذاك الفرماج ما بين الطبقات كيعطي واحد المذاق زوين. ودايما البيشاميل قلت لكم حاولوا ما تخليوهاش جاريه بزاف، خليوها شويه باش تعقد، ولكن ثاني ما تجيش ديك عاقده بزاف، ما تجيكمش يعني مدقسه بالدقيق، خاصها تجي شويه. واحد كونتيتي قليله، ما تعمروش بزاف البيشاميل الوسط، لاننا مازال هنستحتاجوها في الطبقه الثانيه، وهنحتاجوها ثاني الفوق، لاننا الفوق هي اللي هنديروا فيها البيشاميل كثيره. انا كتعجب ولادي بزاف، داكشي علاش انا حتى عندي مازال الكميه الاخرى في هذيك الكاسرونه، مازال باقي ليا فيها البيشاميل. كتبغيو تبرعوا وليداتكم بحال هكا، كيبغيو الحاجه اللي كيبغيوها، دائما كتكونوا يعني كتخدموها بكميه كثيره، باش يجيو حتى دوك المكونات يجيو يعني تجي البنه تاع دوك المكونات في هاد اللازان ديالكم. هنا هدوزت كما شفتوا، راه درت مازال الفرماج فوق البيشاميل ديالي. هندوز ثاني نسرح دوك لي لازان ديالي، داك العجين تاع اللازان. عاوتاني هندير نفس الطريقه كما شفتو، هندهن تاني، هندير ديك الكفته على داك اللازان ديالي، وهندير تاني البيشاميل، عاد عاوتاني هندير فرماج بيشاميل، عاوتاني فرماج، وعاوتاني ندير طبقه اخرى. ديالي هندير البيشاميل ديالي فوق لازان، يعني الطبقه الاخرى هنسرح هذيك البيشاميل ديالي وندير فوق منها الفرماج. صافي هذاك هو الاخر، ندير فرماج ومن بعد ندخلوها ان شاء الله الفرن على 350 درجه تقريبا ديك 10 دقائق، كلشي طايب. هتبقى لنا غير تقدروا ديروا يعني تحمروه من الفوق، ومن بعد تخرجوه تخليه شويه يبرد، على باش ما يتجمع شويه، حيت
حتى راه مازال هو هيكون سخون في الداخل. كان هذا هو الطبق ديالي اللي صوبته ودرت له الفرماج من الفوق والبيشاميل ديالي. هندخلو دابا على الفران، درجه الحراره ديالو 350 درجه. ان شاء الله نخليه تقريبا 10 دقائق لانها باش يتحمر ليا من الفوق. الى عندكم ديك يعني تقدر تحققوا الفران على غير باش يدير لكم هذا، يكري لكم هذاك الصحن ديالكم من الفوق هكا باش يتحمر صافي، وتخرجوه وتخليوه واحد قلت لكم خليه واحد 10 دقائق هكا، ومن بعد حطوه باش تجمع لكم هذاك المرصوات ديال اللازان ما يتشتش لكم في الطبق ديالكم. هادو كنقول لكم ورافقته هنا بالسلطه ديال واحد السلطه ديال الخس والخيار والفينيغريت. هنا تقدروا تصوبوا فينيغريت، تقدروا ديروا ليها الحامضر، ملح الابزار، وزيت الزيتون، تخلطوها مزيان وتحطوها في ترافقوها هنايا للسلطه ديالكم. زيدوا اي حاجه هنا في السلطه عندكم توفره في الثلاجه، شي حاجه هكا باش شي حاجه منعشه هكا باش ترافقوها مع اللازان ديالكم. وكان هذا هو العشاء ديالنا، نتمنى يكون يعجبكم ونال رضاكم. وما تبخلوش عليا حبيباتي، الا كنتو ما مشتركينش دخلوا اشتركوا عندي في القناه، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحاباتكم واللي عزيز عليكم. وما تنساوش الى عجبكم فيديو عجبكم ضغطوا على زر لايك وصابوني اسفل الفيديو، والضغط على الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي، واللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.